السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا وصلنا للجزء الأخير اللي راح نزيدو فيه يعني غطاء أسفل النوافذ. هذه حاجة الأولى راح نزيدو فيه يعني توريات، راح نديرو توريات في الشكل اللي نعتو لكم من قبل، وراح نزيدو طاولة ونديرو الفاينل روندر، يعني نزيدو نديرو الإضاءة ونديرو الفاينل روندر. راح نبداو على بركة الله بالغطاء تاع النوافذ. غطاء النوافذ راح يكونوا يعني تقريبا كيما الشكل تاع البادشيت. هذه راح نديرو شيفت اس، نديرو كيرس وورد اوريجين. في الاوبجكت مود راح في الاوبجكت مود راح نديرو شيفت اي ماش، وراح نزيدو بلين نكبرو فيها شويه اس ونديو بالفاره بالماوس اللي هي جي على زي نطلعوها شويه، ومن بعد نديرو روتيشن على الواي 90 درجه يعني بتعود مقابلتنا. واش نزيدو نديرو؟ نديرو اس على الزد اكسيس يعني باه تجي شويه نوعا ما شويه طويله. راح نجبدوها كاع الواي نخدموا عليها وحدها، من بعد راح نحطوها في الواجهه تاع النافذه. راح حاجه الاولى راح نديرو راح نوليو ايديت مود، نديرو رايت رايت كليك في الماوس، نديرو سب ديفايد، نديرو هنايا في النمبر اوف كاتس نديرو بالك 20، نديرو اكثر نديرو 40 نمبر اوف كاتس هنايا. دركا نجيو لل هنايا الفيرتيكال، فيرتيكال سيلكت، فيرتكس سيلكت هنايا. تبعوا معايا مليح، يعني هنا واش راح نديرو؟ راح نديرو نسيليكسيونيو الفيرتيكال الاول ونديرو شيفت الت ونزيدو نسيليكسيونيو الفيرتيكال الفيرتيكال اللي بعده، يعني هكا باه يسيليكسيوني لنا يعني الفيرتيكلز اللي راهم من الفوق كامل. نجيو لهنا الاوبجكت داتا بروبرتيز، نديرو فيرتيكال، نزيدو هنايا فيرتيكال الجروب هذا نسميوه بار اكزومبل بين بين بين، وراح نديرو اساين يعني راح هادو بكل ندمجوهم يعني في في جروب اوف بينز مع بعضهم. اساين هاي كاينه اساين تسمى هادو بكل راهم لو مع بعضهم. نجيو هنايا الكيز ونزيدو هاد المرحلة جد مهمة في باه نخدمو الشيتس تاع الويندو شيت تاعنا. نديرو نروحو العربي نروحو لإيديت مود، نسيليكسيونيو الفيرتيكال الأول، نديرو شيفت اس، نجيو هنا نديرو كورسر تو سيليكتد، نجيو هنايا نديرو 3D كورسر، نسيليكسيونيو 3D كورسر تاعنا، بعد ما سيليكسيونينا الأولى نديرو شيفت اس، ونسيليكسيونيو نسيليكسيونيو وحدة من 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 فيرتيكالز اللي عندنا في الجهة العلوية، راح نسيليكسيونيو كامل، نديرو دركا نتكاو على اس، ونقدموهم بالطريقة هذه، يعني بالفأرة نقدموهم بالطريقة هذه، على قد ما نقدموهم. بالوحده على قد ما راح يعني يجيو يعني غطاء النوافذ ضيقين كسر، يعني راحين يتلموا مع بعضهم كسر. نضيقهم يعني تقريبا بالطريقه هذه ونتكوا بالفاره ليفت كليك. دونك هنايا كما قاعدين تشوفوا كي نسيليكسيونيو كي نجيو هنا الفاليو، شو كي نطلعوا الفاليو تاعها شو زي ما يعني رايحه يعني تتغير عندنا، يتغير عندنا الفاليو، راح يتغير عندنا الشكل تاع الفيرتيكلز للفوق. لا علينا، نجيو هنايا الفريم الفريم هذا نزيدو هنايا نديروها صفر، يعني نزيدو كي فريم هنايا، نزيدو نعاودو نجيو هنايا ل 30 وردو الكي فريم تاعنا واحد ونضيفو كي فريم. واش نوليو نديرو؟ نوليو نردوها لصفر، الان بعد ما زدنا كيما شفنا هنايا واش ناكد لكم، يعني هنايا في الكلاود في كي نزيدو كلاود هنايا قلنا نديرو كواليتي ستيبس 10 نديروها 10، نكوشيو سيلف كوليجن، وين راحت سيلف كوليجن؟ ها هي سيلف كوليجن يعني باه يقيس في بعضه. وهنايا في الشيب راح يعني بين جروب راح نسيليكسيونيو البين تاعنا اللي سيليكسيوني اللي هو هذا اونفا هذا ها هو هنا. هنايا بعد ما درنا نجيو لهنا قلت لكم 10 نديرو فاليو تو 0، ل 30 راح نديرو فاليو تو 1 يعني راح نزيد نردوها واحد. نوليو بالتايم لاين تاعنا حتى للصفر، دوك نشوفو زي ما يعني خاصة المبتدئين هنايا التايم لاين تاعنا هذا نديو حتى للصفر، نديوه للصفر، ومن بعد نتكاو هنايا ولا على السبيس ونشوفو الانيميشن اللي راح تصير لنا،
يعني التداخل هذاك اللي راح يصرى تاع الشيتس في بعضها. يعني هكا راح نحبسوها في الوقت اللي راح يكون يعني الشكل تاع الشيتس هذوك كما نقول لهم حنا يا ريدوات اللي يريدوا راح يكون يعني الشكل ملائم. انا الشكل هذا هكا عجبني، راح نكونفيرمي نابليكي الوحده تاعي. نجي هنا ندير شيت، نولي هذا. مادامنا وصلنا يعني للمرحله هذه، يعني الشكل هذا عجبني، واش نجيو نديرو هنايا؟ نجيو هنايا للفيرتكس، نسوبريميو الشيب كي هنايا، نزيدو نسوبريميو البيسيس، ونجيو هنايا نديرو ابلاي للكلود موديفاير تاعنا يعني اللي جبناه من فيزيكس. هنايا نديرو شيت سمول بلوتو. مادام عندناش يعني الشكل هذا، واش رايحين يعني نديرو؟ راح نديرو سوليديفاي موديفاير، نديروه شويه هكا باه يجي شويه خشين، يكون عنده ايبيسور ثيكنس، ونديرو شيت سمود شازي ما يعني يكون عندنا يعني الشكل تقريبا هذا. باه نديوه للنافذه راح يعني نديبليكيوه، نشوفو الساعة من الفوق يعني نقدموه للنافذه. جي على الواي، جي على الاكس اكسيس، ومن بعد نوليو نشوفو من الجهه هذه هكا، يعني جي على الزي، جي على الواي، نعدلو هكا. من بعد نزيدو ندوبليكيو وحده خلاف شيفت دي كيما قلنا، ونديروها هنايا روتيشن على الواي، يعني نديرو كورسور تو سيلكتد، روتيشن على الواي 90، روتيشن على الزي 90 ديجريز، جي على الواي، يعني يكون عندنا يعني تقريبا الشكل هذا على تاع الشيتس. هنا رايحين يعني نجيبو نديرو شيفت رايت باتن هنايا، نديرو الحين في الايديت اوبجكت مود، رايحين نزيدو ماشي بلين، رايحين نزيدو السيركل. السيركل هذا رايحين نصغروه، روتيشن على الواي يولي عندنا هكا. دوك نشوفو كيفاه، ما جاش. راح نجبدوه شوية هنايا على الإكس أكسيس باه يبان لنا، ونديرو الروتيشن على الواي. لا، كورسور تو سيليكتد تسع، روتيشن على الزي، يولي عندنا بالطريقة هذه. راح نديرو يعني الشكل تاع الحامل، حامل الشيتس يعني هكا. نوليو نديرو له فيس، من بعد نديرو له اكستروجن في الواي، يولي لنا يعني تقريبا هكا، يعني الشكل هذا هكا. نقدروا حتى نوليو كورسور تو سيليكتد ونصغروه يعني نوعا ما. سيفن، جي على الاكس وجي على الواي، يعني بالطريقة هذه. راح نخرجوا شوية هادو جي على الاكس هكا، يكون عندنا يعني الشكل تقريبا هذا تاع الشيت. راح ندوبليكيهم، نسيليكسيونهم في ثلاثة شيفت، ومن بعد شيفت دي، نديرو رايت باتن، من بعد نديرو جي على الاكس، نجيبهم هنايا، من بعد كورسور تو سيليكتد، روتيشن على الاكس اكسيس، على الزي اكسيس، ونديهم جي على الواي، ونشوفوها من الطريقة هذه، جي على الواي هكا، ويولي عندنا من بعد جي على الاكس ثاني، يولي عندنا تقريبا الشكل هذا تاع الغرفة تاعنا. نوليو درك لاخر مرحلة، يعني هي اللي مرحلة نزيدو فيها طاولة. راح نجيو هنايا يعني نديرو اوبجكت مود، نزيدو ماش، نديرو سيركل. بالك كيما شفتو باللي في الرندر تاعي القديم باللي كاينة طاولة بالشكل هذا. دوك نشوفو كيفاه يعني حتى كيفاه خدمتها. قلنا نزيدو سيركل، نكبرو فيه هكا نوعا ما. ايديت مود، واش راح نديرو؟ راح نديرو فيس، نتكاو على الاف، سي بون. هنايا تولي عندنا يعني نسيليكسيونيو الاوبجيكت هنا، جي على الزي، نطلعوه شويه، نوليو الايديت مود، نسيليكسيونيو الفيس تاعنا، ونتكاو على الاي. الاي باه تخرج عندنا يعني هاد الدائره الصغيره اللي راهي هنايا كيما رانا قاعدين نشوفو.
واش نوليو هنايا نديرو؟ نوليو هذه اللي خرجنا جديده جي على زي، راح نطلعوها شويه باه يبان تبان عندنا قاعده للطاوله تاعنا. ومن بعد واش راح نديرو؟ راح نزيدو نديرو لا ما نصغروهاش، ما نزيدوش نصغروها، جي على زي هكا برك. ومن بعد راح نديرو نكست، نديرو لها اكسترجن، اكسترود على الزي، يعني تولي لنا هكا، يعني مالغري راهي جات شويه كبيره راح نديروها، لازمنا نديروها يعني نوعا ما صغيره. جي على زي هكا، ومن بعد اكسترجن في الزي اكسيس. ومن بعد واش يولي عندنا؟ تولي عندنا يعني لا اكسترجن خلاف في الزي اكسيس هنايا. وراح الفيس هذا راح نزيدو نكبروه باه يجينا يعني تقريبا في الشكل تاع نديرو نتكو اس الاس اكسيس، وتولي عندنا تقريبا يعني الشكل هذا اللي راكم قاعدين تشوفوا فيه، يعني تقريبا الشكل تاع الطاويله. هنايا راح نزيدو سون فيرتيكولز كيما شفنا درنا من قبل، وكل فيرتيكول راح نموديفيو عليه وحده، يعني باه يكون عندنا دوك نعت لكم يكون عندنا شويه هذاك التناسق كيما بالك في الصوره دوك نعت لكم هنايا، يعني راح تجي بطريقه شغل انحناء في النص. راح نحكمو هنايا تو فيرتيكولز اللي راهم في النص، لا هذيك ومعها هذه اس كورسور تو سيليكتد اس، ونصغرو فيها هكا. ومن بعد واش نزيدو نديرو؟ نزيدو نحكمو الفيرتيكول بلوتو الفيرتيكولز هادو والفيرتيكولز هادو والفيرتيكولز هادو والفيرتيكولز بلوتو الايدجز هادوك اس، ونزيدو نصغرو فيهم نوعا ما. ومن بعد واش نزيدو لهم؟ نزيدو نضيفو لهم حنايا الزوج هادو اللي راهم هنايا، نديرو كورسور تو سيليكتد، ورايحين يعني نزيدو نصغرو فيهم شويه، راح يعطينا هذا الشكل، يعني شكل ما عجبنيش انا بزاف. راح نعاودو نوليو نخليوه ربما هكا برك، يعني باسكو هو يعني كي خدمتو بطريقه خلاف ما تصلحش يعني يتعاملوا بها المبتدئين، يعني مش جميع واحد، يعني تسمى لازم تكون شويه افونسي رغم اننا بكل مبتدئين وانما وبحيث. هذه نجيو نديروا لها شيت سموث، لا ندير لها شيت سموث، نديروا لها سوليديفاير موديفاير اد موديفاير سب ديفيجن موديفاير، لا سيليكسيوني غير الطرف اللي من تحت هذاك وحده. دوك هنا واش نجيو نديروا؟ نديروا فيس سيلكت هذه، لا قبل هذه لازم الطاوله نديوها للمكان المخصص ليها، يعني قبل كل شيء جي في الاكس اكسيس نديوها قدام جي على الواي اكسيس، نديوها امام النافذه كيما هكا كيما رانا قاعدين نشوفو، يعني باش ما نزيدوش نحركوها من بعد. هنا نجيو هنا نسيليكسيونيو الفيس هذا بي سيليكشن، نعاودو نوليو الاوبجيكت تاعنا ونديرو شيد سمود، راح تسمود لنا شويه يعني الامورات في الطاوله، يعني هنايا يعني تقريبا عندنا كل شيء. يبقى لنا يعني دركا يعني هنايا نكونو خلصنا هذه المرحله من المراحل. المرحله الجايه راح نزيدو فيها يعني الاضاءه، كيف راح نديرو الاضاءه؟ راح نزيدو التوريات في الغرفه تاعنا، راح نديرو الاضاءه ونزيدو وورد اللي على برا، وتكون يعني عندنا ختمنا مع بعضنا المشروع اللي بديناه مع بعضنا يعني المبتدئين كيما انا بيان سور. نتلاقاو في الجزء الاخير اللي هو الجزء الجاي ان شاء الله، ونعملو مع بعضنا رندر ونشوفو النتائج مع بعضنا. الى ذلك الحين سلام.